احمد بغدوده المصارع المصري اللي كان هرب وراح فرنسا، عمل فيديو واتكلم طبعا، يعني قال ان هو بيشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته الكريمه، ان كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني امر ان المسؤولين في مصر عن المصارعه ان هم يرجعوا احمد بغدوده ويتم يعني تاهيله هنا وتدريبه ويشوف ايه طلباته وايه حاجته عشان يكون في وسط بلده. فبغدوده عمل فيديو شكر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته الكريمه وقال انا بحب مصر وهعيش وهموت داخل مصر. تعالوا نشوف كده الفيديو القصير ده لأحمد بخدودة المصارع المصري. السلام عليكم، أنا اسمي أحمد فؤاد بخدودة، لاعب منتخب مصر المصارع. أتوجه بالشكر والتقدير والاحترام لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر العظيم. أحب أشكر حضرتك يا رئيس على الدعوة دي الأكاديمية. بجد أنا أول ما عرفت إن حضرتك بعت لي الدعوة دي كنت مبسوط جدا والله، وبحب أشكر حضرتك وأنا مش هارب والله ولا حاجة. أنا بحب مصر وأنا اتولدت فيها وهموت فيها، ومصر مليانة مواهب كتير زي أحمد بغدودة، بس عاوزين الدعم وحسن التعامل مع اللعيبة. وأحب أشكر الشعب المصري العظيم على دعمه ليه، بجد أنتم أجمل حاجة في حياتي وضلال الفترة دي. وبجد يا سيادة الرئيس أنا بشكر حضرتك على الاهتمام بي وشكر لكم. أبويا الحاج فؤاد عامل إيه يا حاج، وحشنا والله. أنا آسف يا حاج إني خدت القرار ده من غير ما أعرفك، أنا بخبى عليك حاجة. بس والله يا حاج لو انا قلت لك ما كنتش هتوافق، وكنت هتقول لي عاوزك تحقق حلمك. انا اسف يا بابا، بس انا بقيت راجل وعندي احساس. انت تعبت معايا كتير قوي وكنت بتبخل على نفسك وعلى اخواتي عشان اعرف اصرف على نفسي وعلى كليتي وعلى سفري وعلى فتناتي. امي يا حبيبتي وحشتيني والله، انا مش عارف اقول لك ايه غير سامحيني يا امي وسامحيني اني قلقتك عليا كتير. يعني ان شاء الله بغدوده يرجع الى بلده مره اخرى ويتم الاهتمام بيه ويهتم بكل الموهوبين في كل الالعاب الرياضيه. مش عايزين لاعبتنا يعني في بعض الالعاب ما تلاقيش الاهتمام هنا في مصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني امر يعني بالاهتمام بكل الرياضيين واللاعبين واللاعبات وتوفير كل المتطلبات لهم، من اللعيبه في منتخب مصر. فنتمنى ان شاء الله ان كل المسؤولين في كل الاتحادات الرياضيه يهتموا اكتر بالشباب. وكمان خلي بالكم احمد بغدوده شاب صغير، فبرضه ممكن يعني ايه حد يلعب في دماغه يعني.